جاني بالنظر، جاني بالنظر هذه معلوماتنا عفوا في البيت تاعنا لازم نديرو تهوية، لازم نشوفوا هذيك التوصيلات بين انبوب وانبوب في اللي خينا بدو لازم نحاولوا. قامت الوحدة نهار اليوم بالقيام بحملة تحسيسية وتوعوية حول الاختناق بالغاز بمشاركة مصلحة التجارة ومصلحة صنع الغاز والدرك الوطني لفائدة ساكنة قطاع ولاد عيش. الهدف من هذه الحملة هو توعية وتحسيس الساكنة بمدى خطورة الغاز القاتل. من المحصمين، المحصم هو هذا، هو تجي تشدوا منا بالطريقة هذه، نرفضوا بالطريقة هذه ونبدا نزر. جاء رجال الحماية المدنية اليوم في حملة تحسيسية ليعلمونا أخطار غاز أحادي أكسيد الكربون، وقد استفدنا كثيرا ونشكرهم لأجل تحسيسهم عن غاز أحادي أكسيد الكربون. تعلمنا من كثيرا كيف نسحب الشخص الذي كان في اختناق وطريقة معالجته.